في داخلة البلد تحديدا جنب المقابر كان في مصنع قديم مهجور اسمه مصنع الغزل والنسيج. الناس في المنطقة كانت بتقول ان المصنع ده مسكون وان في اصوات غريبة وضحكات مرعبة كانت بتتسمع من جواه في عز الليل. محمد شاب طموح ومغامر قرر ان هو يكتشف حقيقة المصنع المهجور ده مع صاحبه احمد. قالوا ان هم هيروحوا الليل عشان يشوفوا بعيونهم الحقيقة ورا الاشعاعات دي. الفضول يا صاحبي، الفضول دايما بيودي الانسان في 60 داهية. لما وصلوا كانت السماء مغيمة قوي، صوت الرياح كان عالي جدا، كأن الطبيعة نفسها بتحذرهم. المصنع كان شكله مخيف، حيطانه متبهدلة وشبابيكه مكسورة. مراد وأحمد دخلوا المصنع والضلمة كانت شديدة جواه، بس الفضول كان أقوى بكتير من أي خوف. بدأوا يتحركوا في الممرات وفي الغرف الفاضية، وكل خطوة كان بيقابلها صوت صدى في الفراغ. فجأة سمعوا صوت آلات الغزل شغالة في واحد من الأقسام. الغريب إن المصنع المفروض إن هو ما فيهوش كهرباء أصلا من سنين. لما قربوا عشان يشوفوا الصوت ده جاي منين، لقوا الآلات واقفة ومفيش أي حركة. وهم بيكملوا بقى استكشاف، سمعوا صوت ضحكات طفولية جاية من الطابق العلوي. الصوت كان بيتردد في كل مكان، ما كانش ممكن يحددوا مصدره. قلبهم قال لهم يطلعوا يشوفوا الصوت ده جاي منين بالظبط. بس كل لما يقربوا الضحكات كانت بتبعد. بس في لحظة وهم ماشيين في الطابق العلوي، الأرضية انهارت تحت رجلين أحمد وهو وقع في غرفة تحتهم. محمد نزل عشان يساعده بسرعة، لقى أحمد مصاب بس مش إصابة خطيرة. الغرفة اللي وقعوا فيها كانت مليانة بألعاب أطفال قديمة جدا وصور لعمال المصنع وعائلتهم. فجأة الألعاب دي بدأت تتحرك لوحدها، الصور على الحيطان بدأت تتغير، وشوش العمال بقت بتظهر عليها تعابير الخوف والألم. محمد وأحمد حس ببرودة شديدة بتخترقهم. الضحكات الطفولية بقت أعلى وأوضح بكتير. من غير تفكير قاموا يجروا على طول ناحية الباب الرئيسي للمصنع. وهم بيجروا كانوا بيسمعوا صوت خطوات بتجري وراهم. وصلوا للباب وطلعوا بره المصنع فورا، وما وقفوش غير لما وصلوا لأول الشارع. من يومها بقى محمد وأحمد ما قربوش لأي مكان مهجور تاني. الليلة دي علمتهم إن في أسرار وحكايات ممكن تكون أخطر بكتير من أي خيال، والمصنع القديم لسه موجود، وسر الأصوات والضحكات الطفولية لسه لغز ومحدش قدر يحله. لو عندك الشجاعة ممكن أديك العنوان.